وكان جلالة الملك المفدى قد غادر الجمهورية التركية الشقيقة في وقت سابق من هذا اليوم عائدا إلى أرض الوطن في حفظ الله ورعاية مختتما زيارته إلى تركيا. كان في مقدمة مودعي جلالته في مطار أتاتورك الدولي كبار المسؤولين الأتراك من مدنيين وعسكريين وسفير مملكة البحرين لدى تركيا وسفيرة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين وأعضاء سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية الشقيقة. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.